بس الخير. اهدى شوي احمد، تحركي. طلعنا على السطح عدان الظهر، تمام؟ قلنا بنصلي ونفتح لايف عند المسويد على الفيسبوك، على اليوتيوب سوري. قلت له بطلع اجيب لي ترايبود، بحكي لاحمد بطلع اجيب لي ترايبود وانزل يا احمد، ولا تتحرك عيني جاي لك. شوف سبحان الله، شوف هالجمال اللي نازل عندي، شوف هالحلاوه اللي نازله عندي، شوف هالدلال اللي نازل عندي. خليني اقلب الكاميرا يا اخوان. طلع طلع طلع، تعي دباني ازرق ملوش وجه. احمد الطي الطي، خلاص ماشي. تعي تعي يا رب، اللي فراخ تكون جعانه يا رب. تعي دباني ازرق يا اخوان، صلاه النبي عليه. وين راح؟ هي سبحان الله على الجمال. حبس هذا، حبس ما دام جعان، حبس. تعي فتح له خشبين. تعي 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 تعي. تقولوا لي اكش وخالط وصيد؟ ما هي الصيد بنزل عندي لحاله، قسما بالله بنزل لحاله. تعي 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 تعي. لا تنسى على امك. تعي عب 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 على السرير. عب تعي عب 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 عب. تعي تعي قسما بالله حضيعه اذا ظليت هيك. طير مش قادر يمسك حبة العلف اصلا في ثمه. الحمام طارت، شايفين؟ مضطر اقعد، مضطر اقعد غصب عني. تعي صلاة النبي عليه يا اخوان، والله حبة العلف ما هو قادر يبلعها، بده خلطة. طلع طلع طلع. امشي بهداوة يا حلو دربك خاطر. الله بمشي بهداوة قاعد، بمشي بهداوة وبتدلع. يا رب يحبس. ترى في علف جوا يا اخوان، انا حاط لليهود الاحمر التعبان حاط له شوية علف. طلع وينه؟ هي 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 هي. يا رب يحبس. احبس لحالك، تغلبنيش. احبس لحالك، انت كفو، انت تقدر. يلا روح 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 روح. انا تعرفوا يا اخوان، الحمام الطايره اللي على الارض اذا شافت الحمام طايره وقمت دايكتها حتفز كلها، عشان هيك ما بقدر. طب وين احشر؟ احشر هان يا الله، احشر هان، احشر هان، ولا احشره في المخبأ هذاك، ولا وين اوديه؟ تعي 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 تعي. ولو يرد علي بس يروح هناك يحبس، او الحمام هذاك هذيك اللي طايره تحط هذا، بنضرب معه طيرين عادي. تعي 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 تعي.
ما بعرفش وين اصلا. هي طاير معي. تعي حمام مش حتحط. انا عارف حمامي ما راح تحط. مع الحمام تعال بسرعه. تعال علي جاي بسرعه اذا بدك تيجي بسرعه. سكر الباب وتعال. تعي شوف الحمام ما راح تحط راح تضيعه. ما راح تحط عمرها ما راح تحط. تعي دباني بجنن يا احمد. اي براسها طلعوه ما راح يحط الحمام. اذا ما حطت والله عمره ما بيحط. هاي حط عندنا بلدي. شو بدنا في امك انت؟ طلع شو حط عندنا. حيطلعوا. تعي حمامي ما راح تحط. انا عارف حمامي هذا هو مطيرها ساعتين اليوم. تعي حيطلع بعرضك وتنزله بعرض العالم كله. تعي ما حيطلع يشرد. خلص يا اخوان حيطلع طير حلو. حيطلع الحمام حتضيعه. فيش فيه حيل يطير. هيو بده يقع. اذا ما حطت الحمام ما راح يحط عمره ما راح يحط. يحط عندك اول هذا ما راح يحط يا احمد. هيو قاعد بيطلع. طلع قاعد بيطلع ما راح يحط. تعي عمو بنعيم بيرن علي. ابو نعيم الزعيم. تعي تحطي ولا ما راح تحط يا زلمه. حمامي وعارفها. الدباني اصلا طلع مش شايف. لا هي يا رب ما يطلع لنا حدا بس يخرب عليه. ايوه حطت حبه. لا خليها بس على الاقل يحط شيء. هي بده يطلع تعبان احمد. ما في حيل يطير. الطير كيف بس ما بعرف. خلاص عباب الخش. الحمام فز. حمام نشيطه. شو عمل لامها؟ تعي ايوه حط 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 حط. لو طير يحط عادي انا موافق. تعي ما راح تحط. تحط الحمام ابدا ما راح تحط. حتضيعه وما راح تحط. تعي مع انها جعانه. ان شاء الله تحط هيك. هسه بطلع لك جار نهار لانه ويا صير. هسه بطلع لك شوف. دع ما بقدر اظني واقف. ما بقدر. الحمام وين راح؟ ساقت فيه الحمام عزة. دعي تعب دقيقة. بدقيقة يا احمد بدقيقة بس مش راضي الحمام تحط. والله حيشرد من التعب. حيشرد. يي تقرف فيه تحت. الله يقرفك. دعي وين هو اصلا احمد؟ انا ضيعته. هاي براسه تعبان الطير. خلص انهلك. عن داري عاد. انا كان ضربته على العب ومعاه اربع حبات. شو اللي راح يصير يعني؟ هاي طلع خلص حيطلع. والله ما راح يضل. حيتعب حيطلع. حمام سطحك مش راضي تحط فيه. بدي احط هو كيفه. هاي حطت يا رب. وعي طلع وعي. لا
بجوز يحط معنا كم من حبة بيض في الشارع. تعي 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 تعي. حط حط. صدقني لو معك 10 لا اضربك عليه. حط 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 حط. وين صار؟ ما شاء الله هي هي نص الحمام. والله حي الصلاة. تعي تعي تعي. كلنا هوا يا زلمة، شو بدي اعمل فيه؟ حتى طارة ما حاول بقدر. زيت العلف حبيب نخش غير حتى طارة ما بقدر. طارة 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 ما بقدر اضربه. تعي تعي تعي. طير الحلو بربكك يا احمد، طير الحلو تعي بربكك. يلا يلا يا معلم. طير الحلو بربكك. والله هي ماسك طاره بس والله والله ما راح اقدر اضرب. تعي 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 تعي. الحلو فيه انه ما شبع. علي برن علي يا زلمه، ايش فيه؟ تعي 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 تعي. حيفز يفز، شايف يفز ان شاء الله. لا اروح اضرب طاره. اصبر لا خلينا نضيف الطاره. مظبوط خلف يفز. تعي اللي خلص كامله ما راح. مشكلة أنا بقدر أضرب بالطارة على الجانب هديك، بس هسه صارت الحمام كثير. صبر يعني. هاي فاتح له ثلاث خشش، ينزل على الخشة اللي بتحلاله. هاي العلف قدام. أيوة. جرب أحبس يا عمي، ما بديش بديش أستنى عليه. جرب أحبس. الصبح أحب أحب رد علي. استعجل شعري عاد. وين؟ بطل يروح على المكتب الفكرة. مشكلة تعرف بطل يروح عليه. إذا أخر زاوية الباب وقعد يوك الغاد أمورك بالسليم. بطل يطلع العب أصلا. طير هسه شكله عطشان فاتحين وجعان ميت جوع، مش عارف يمسك حبة الضراي. هاي هي مشكلته، ولا كان زمان شبع على العلف اللي زتيته. تعي تعي تعي. اسيبه يهدى يا اخوان شوي على السطح، يلعب يعقل يحن للسطح. لا راضي يقر... لا راضي يضرب يركب خطاف، ولا راضي يخبط طاره. لو يفز على الرفصة هاي بشمطه. لو يفز على الرفصة هاي، يا ريت يفز على رحل على الرفصة هاي. أبوس إيدك رحل على الرفصة هاي. تعال على الرفصة هاي يلا. لو يجي على الرفصة هاي خلاص صايد. تع 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 تع. لا طارة ولا عب ولا خط. ولا رضا يحكم عايش. تحسه في الحمال اللي تلعب. دارس دارس. هذا ذكرى انجليزي يا زلمة. هذا روح احبس يا رجل، روح احبس. والله في علف جوا الخشة. يعني في المشكلة بتعرف الخشة فيها علف. ما رفع المي يا احمد. تعي 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 تعي. حاول انك تزك العلف على باب الخشة في هذه. تعرف جزيح. تعي. وكما انا جربت معه اول مرة ما. وجعان بركض ورا حبة العلف هو بس مش عارف يطولها. تعي 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 تعي. تعي 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 تعي. تعي.
لا 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 ما بجيبش ما بجيبش جيبه على الجاي تعي خلينا نرجع بس خطوة لورا خلينا هيك ما بدي تعي تعي لحق مع العرجان الأزرق يا زلمة عادي يا عرجان مش مشكلة فرق فرقين مش مشكلة حبيت 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 انك تقدر تضرب العز اللي انت عطره اصبر اصبر عليه اصبر عليه رد عليه علي اصبر عليه مو متجاي يا الله إذا قلت لك متجاي أنا كنت حاسس والله إذا معاه حمام كثير راح يحط ولا راح يحط ولا شيء خلاص انفزع خلاص مناش حظ فيه أول مرة بحياته بطلع مني طير من العب هذا شوف الحظ كيف الزفت يا زلمة روح حل عنا خليه يضيع حمام مش راح تحط خلاص حل عنا يا زلمة طلعت في العال الحمام كلها اخواني اذا حط بنصور لكم ما حطش الله معه اصلا يمكن مش معها لا هي معها خليكم معنا بجيب ام طاره هسه بشيل بالطاره بس يا رب الحمام ما تتحرك هي نزل يا اخوان نزل ولابس طاره عن حريشة هات شوف هات صلاة النبي عليه ارفع الطارة بسرعة يا أحمد صلاة النبي الله يبارك على حبايك محترمة عدل الطارة عدلها أحمد رافع الطارة معك مالك خلاص هات لي زد لي يا عجنب خلي الحمام تحط خلينا نفرجيك الطير هسه والله دباني حبة مقطوع بعرف انا عشان هيك لطشت ولطش لطشت الطيرين لاني عارف انه مقطوع الطاره دباني حبه دباني بغني صغير بالعمر اللهم بارك واقي واقي الثلاث هي وقاعدين بيقولوا لي ليش بتصيد كثير الحمد لله الله محبب فينا خلقه ومحبب فينا عبده ومحبب فينا طيره ومحبب فينا حيوانه والله العظيم اخوان الي من الساعه 7 قاعد بكرش بالفراخ وبشتغل فيهم طير مجاني تمام بس عشان اليمين عشان اليمين والله اعلم انه هذا خلط معي الصبح بتحضر الحلقه اللي قبل هاي قلت هاي في طير بلجيكي دباني كشميري زي هيك طاير في العالي كان لاحق الحمام الله اعلم يمكن هو دباني 10 مسكر 20 ريشه اللهم بارك اللهم بارك هاي 20 ريشة ولساته بواقي الثلاث يعني هذا بتخلك يعني بقول لك يا معلم أعطيني قد ما عندك أعطيني اللهم بارك حبة كويسة يلا غرفة الأسرة يا أحمد لا لا يفلت منك خليكم معنا